السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة سنخصصها للحديث عن أبعاد التحركات السياسية للمبعوث الأممي لدى اليمن من أجل إنقاذ اتفاق ستوكهولم. أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث استمرار العمل على إخلاء الموانئ وفتح الطريق وتنفيذ خطوات اتفاق ستوكهولم كاملا. جاء ذلك خلال زيارة الرئيس هادي في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، حيث أكد الرئيس أن تنفيذ اتفاق السويد يمثل اللبنة الأولى لإرساء معالم السلام وبناء الثقة المطلوبة، متهما ميليشيا الحوثي بالتسويف في تنفيذ الاتفاق. وكان جريفيث قد غادر صنعاء بعد زيارة قصيرة بحث فيها مع قيادات ميليشيا الحوثي الإشكالات والتعقيدات التي تحول دون فتح الطرق المؤدية إلى مستودعات الإغاثة في الحديدة وسبل حلها. في هذه الحلقة نقف عند تحركات المبعوث الأممي لنناقشها في محورين: ماذا يمكن أن تقدم هذه التحركات لإعادة مسار السلام المفقود؟ وهل يتمكن المبعوث الأممي فعلا من تحقيق تقدم في ملف الحديدة؟ شاهدوا سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. خطة جديدة لإنشاء مسارات آمنة في الحديدة، وسط أنباء تحدثت عن مساع يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في صنعاء برفقة كبير المراقبين مايكل لوليسغارد لزيادة عدد القوات الأممية إلى 200 عنصر، بما يسمح بإشراف هذه القوات على المسارات الآمنة المقترحة. في صنعاء التقى المبعوث الأممي مع كبير المراقبين الذي قدم من عدن واستعرض تفاصيل الخطة الأممية المبدئية التي توصل إليها الأخير مع ممثلي الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية الأسبوع الماضي على متن السفينة التابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة ضمن الجولة الثالثة من هذه اللقاءات. لقاء المسؤولين الدوليين من غير المرجح أن يكون خاتمة الجهد الأممي الهادف إلى إنشاء الممرات الآمنة المقترحة في ظل التحديات الهائلة التي ما تزال ماثلة أمام المبعوث الأممي وكبير المراقبين، والتي تعرض تفاهمات ستوكهولم لتهديدات جدية بالفشل كما يرى ممثلون على الحكومة الشرعية. فعلى الرغم من مرور نحو شهرين على التوصل إلى تفاهمات ستوكهولم، فإن الأمم المتحدة لم تنجح حتى الآن في حمل الأطراف على تنفيذ تلك التفاهمات، خصوصاً ما يتعلق منها بوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة وموانئها الثلاث. وتكاد المهمة الأممية في الحديدة أن تختزل وفقاً للمراقبين إلى مجرد الوصول إلى مخازن الحبوب تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بسبب التهديدات التي تمثلها ميليشيا الحوثي، على نحو دفع بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في وقت سابق إلى اتهام الحوثيين مباشرة بالوقوف وراء هذه التهديدات. اتهام كهذا أثار سخط قيادات حوثية التي وصفت تصريحات لوكوك بالمقززة، وطلبت على إثرها من غريفيث تأجيل زيارته إلى صنعاء حتى يعاد النظر في تصريحات لوكوك. المبعوث الأممي أصدر بيانا مشتركا مع لوكوك حول مخازن الحبوب، خلا هذه المرة من توجيه اللوم المباشر للحوثيين، وجاء عائما رغم أنه جدد التحذير من تلف كميات القمح المخزنة في الحديدة دون إمكانية الوصول إليها منذ 5 أشهر. من تعقيد إلى تعقيد، هذا هو حال الوضع في الحديدة الذي يبدو أنه مرهون بمرونة من جانب الحوثيين يصعب ضمان الحصول عليها في المدى المنظور، الأمر الذي يبقي الحديدة ساحة مفتوحة لدورات من الحرب المقبلة. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من لندن الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد جمايح. دكتور مساء الخير. مساء النور. أهلا بك دكتور. يعني عودة لتحركات المبعوث الأممي لإعادة المسار السياسي، كيف تقرأ طبيعة هذه التحركات؟ طبعا نحن في الأمم المتحدة إذا إشكالية الموظفون أو المسؤولون الميدانيون المباشرون سواء كانوا عسكريين أو إنسانيين، هؤلاء يرفعون بتقارير واضحة تحمل الحوثيين مسؤولية تعثر اتفاق السويد، ويحملونهم أيضا مسؤولية تلف وفساد الأغذية في سلال أو في صوامع الغذاء في مطاحن البحر الأحمر. باتريك كاميت قال بوضوح بأن الحوثيين لم يسلموا الميناء، وله أكثر من تصريح يذكر بأن الحوثيين هم السبب في عرقلة اتفاق السويد، شن الحوثيون عليه الهجمات تلو الهجمات إلى تغير. قبل يومين وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك يقول بشكل واضح بأن القوات الموالية لأنصار الله هكذا نصاً هي المسؤولة عن منع وصول الأمم المتحدة إلى الغذاء المخزن في صوامع
البحر الأحمر الذي يمكن أن يكفي 3.7 مليون جائع في اليمن. نعم. الأمس يزور مارتن جريفيث صنعاء ويطلع بيان غريب مشترك مع السيد دوكوك ليقول بأن الحوثيين أو يثني على تعاون الحوثيين في هذا الصدد. يعني المشكلة أن الأممي الميداني المهني يضع نقاط على الحروف، والأممي السياسي المفاوض الذي يريد أن يسعى إلى لأم الأطراف على مائدة التفاوض يريد أن يعوم هذه التقارير الميدانية المهنية الواضحة بعبارات دبلوماسية، أملا منه بأن يستجيب الحوثيون لحضور طاولة مفاوضات أو أن ينفذوا بعضا من الالتزامات. نعم. يعني دكتور نفهم أن هناك يعني تناقض ما بين التقارير الميدانية لمبعوثية الأمم المتحدة وبين التقارير التي تصدر عن في الجانب السياسي عن المبعوث الأممي والتقارير هذه الواصلة إلى إدارة الأمم المتحدة. أخي العزيز، أنا في رأيي أنه لا يوجد تناقض. عندما تتابع في الصورة المرسومة لدى الأمم المتحدة لدى الحوثيين عند الأمم المتحدة هناك يعني الصورة تأتي من المبعوثين الميدانيين والذين يعملون في الميدان يعني مناقضة لما يوضحها جريفيث والمبعوثين السابقين. أنا أردت أن أقول بأن التناقض موجود لدى جريفيث، لكن معظم المسؤولين الدوليين حتى البيانات الصادرة من مكتب الأمين العام عندما قال الحوثيون بأنهم سلموا الميناء صدر في ذات اليوم، أتذكر يوم السبت في مساء السبت صدر بيان من مكتب الأمين العام ذاته ولا يزال البيان موجودا على موقع الأمم المتحدة يقول بأن الحوثيين لم يسلموا الميناء وأن أي عملية للسلام والتسليم لابد لاكتمالها من شروط، منها موافقة ومصادقة الطرفين ومنها حضور الأمم المتحدة ومصادقتها. نعم. كذلك مارتن باتريك كامير وكذلك مارك لوكو كلهم قالوا بأن الحوثيين بشكل أو بآخر يعرقلون اتفاق ستوكهولم. الذي يقول بغير ذلك هو مارتن جريفيث. مارتن جريفيث نحن إزاءه إزاء أمرين، إما أنه يريد أن يلطف من التقارير الميدانية، والتقارير الميدانية بالمناسبة هي التقارير الصادقة لأنها تأتي من الميدان، فمارتن جريفيث ربما يريد أن يلطف من حدة هذه التقارير من أجل أن يقنع الحوثيين باتخاذ خطوات، من أجل أن يعطي الحوثيين مزيدا من الوقت، من أجل أن يقنعهم بالذهاب للمفاوضات، أو أنه إذا افترضنا سوء النية فإنهم يسعى لتنفيذ أجندة مختلفة غير ما تم انتدابه لأجلها. نعم، إذن أتكرم بالبقاء معي دكتور. أشرك معنا من القاهرة رئيس مركز صنعاء للدراسات السيد ماجد المذحجي. سيد ماجد مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد ماجد. يعني تحركات عديدة يخوضها المبعوث الأممي لإعادة المسار السياسي وإنقاذ اتفاقية ستوكهولم، يعني باعتقادك ما الذي يمكن أن تقدمه هذه التحركات؟ بالبداية مساء الخير وتحيتي لكل الضيوف الأعزاء. يعني أهلا بك. نحن نتحدث عن مساحة مناورة ضيقة أقل ما توصف فيها التي ناور فيها مارتن جريفيث. مشكلة الفرصة السياسية لإعادة استئناف المفاوضات حول قضايا الخلاف الأساسية أو تحديدا يعني القضايا السياسية اللي افترض أن تكون محور عمله هي فرص ضيقة، لأنه تحديدا أي مسار أي خطوة للانتقال لمفاوضات مباشرة بالطرفين هي قيدت تماما لإنجاز اتفاق ستوكهولم. اتفاق ستوكهولم حتى الآن شبه مجمد، لم نقل أنه يحتضر، وبالتالي ما هي الشروط أو القاعدة التي يستطيع أن ينطلق منها مارتن جريفيث؟ ما هي الإغراءات التي يمكن أن يقدمها تحديدا للحكومة الشرعية والتحالف والطرف الذي هو يرفض أي انتقال للخطوة الثانية؟ الحوثيين ليس لديهم مانع ببقاء الأمور كأحوال على حالها والانتقال إلى نقاش القضايا السياسية، هذا يصب في صالحهم. الحكومة الشرعية والتحالف هم الذي لديهم المشكلة في ذلك، وبالتالي أي لن ينجح مارتن جريفيث باتخاذ خطوات باتجاه نقل مسار المفاوضات الى اتجاه نقل الوضع الى مسار المفاوضات مباشره ما لم ينجز شيء على الارض في اتفاق ستوكهولم، هذا غير متاح حتى الان. تفضل. نعم، اذا سيد ماجد يعني ابقى معي ساعود للدكتور محمد جميح. دكتور، يعني هل فعلا اصبح المبعوث الاممي يعني يتماهى مع طلبات جماعه الحوثي، وما الذي يدفع البعض لقول ذلك؟
لا، أنا على المستوى الشخصي لا أعتقد أن الأمر بلغ إلى هذه الدرجة، لكن عندما نتبع تكتيكات المبعوثين الدوليين من جمال بن عمر إلى ولد الشيخ إلى مارتن جريفيث، نعم، نجد أن المبعوث لا يحرص على قول الكلمة التي يبقيها في صدره طويلا إلا في التقرير الأخير قبيل مغادرة الأمم المتحدة، كما حدث مع ولد الشيخ في آخر إحاطة له لمجلس الأمن الدولي، قال بالحرف الواحد: كنا في الكويت جاء إنجاز اتفاق سلام تاريخي لولا أن الحوثيين رفضوا التوقيع عليه في الدقائق الأخيرة. هذه الكلمة التي قالها وترك العمل وذهب. ربما يريد مارتن جريفيث أن لا يقول هذه الكلمة الآن، لأنه إما أنه يأمل بأن يغير من نهج الحوثيين، أو أنه يريد أن يستمر في هذا العمل من أجل إقناعهم، لأن إذا قال مارتن جريفيث بأن الحوثيين يعرقلون فهو بشكل منطقي ويفهم أنه يعني يلغي فترة عمله كمفوض دولي، لأنه يريد أن يقول بأنني ناجح وبأنني لازلت أحاول، ولذلك هو يحاول بالبيان تلو البيان بأن يظهر جوا من التفاؤل ولغة مطاطية تحتمل المعنى والآخر، نعم، أجل أن لا يصل إلى ما نقوله نحن الآن بأنه فشل. ما معنى أن تمدد المدد الزمنية التي زمنت في اتفاق السويد؟ ما معنى أن تمدد أيضا فترة عمان واتفاقية تبادل الأسرى؟ يعني التخلص والتخلي عن الفترات المزمنة في السويد والاستعاضة عن ذلك بآجال غير مزمنة ومدد غير محددة، هذا يعني أن مارتن جريفيث يريد أن يهرب من إعلان فشل الاتفاق إلى تبديله إلى أجل غير مسمى. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من لندن. وأعود إليك سيد ماجد، يعني هناك من يتحدث أن المبعوث الأممي يعني تماهى تماما مع رغبات الحوثيين عبر تدليلهم وتقديم تنازلات كثيرة رغم تعنتهم في الوصول إلى تفاهم فيما يخص ملف الحديدة وغيرها من الملفات. يعني شوف، مارتن جريفيث في الأخير ليس هو المعني تحديدا بممارسة الضغط، المعني هو صاحب المصلحة اللي هي الحكومة الشرعية، ولذلك مارتن جريفيث يعمل في المساحة المتاحة له من الآخرين. ما دام الحكومة الشرعية ليست صاحبة مبادرة سياسية فهو سيحاول ممارسة الضغوط السياسية عليها وليس على الحوثيين. الحوثيين يبدون صلابة في الأخير ضمن شروطهم ويرفضون تقديم تنازلات، ومارتن جريفيث لا يريد أن يخسر الصلة بهم. أنت في الأخير إذا أردت أن تمارس ضغوط، مارتن جريفيث هو وسيط على كل أي تقييم له، يجب أن تمارس الضغوط السياسية لإعادة تنشيط هذا المسار، وأيضا لممارسة الضغوط نفسه على مارتن جريفيث على الوسطاء الدوليين الذي ضغطوا لإنجاز اتفاق ستوكهولم. يجب أن تمارس الضغوط على الولايات المتحدة، على المملكة المتحدة. الأمم المتحدة مهما تكون مسار التقييم لها، هي في الأخير منصة يعبر فيها عن الرسائل السياسية لأصحاب المصلحة الدولية، وبالتالي مارتن جريفيث هو منصة للتعبير عن هذه المصالح. يجب على الحكومة والتحالف إذا أرادوا ممارسة الضغوط، إذا أرادوا إنجاز خطوة إلى الإمام، إذا أرادوا تضييق ما يعتقدونه تماهي بين مارتن جريفيث والحوثيين، يجب أن يمارس الضغوط ضمن الأدوات والقنوات السياسية الصحيحة وليس إطلاق تصريحات إعلامية. في الأخير مارتن جريفيث ليس يمني وليس ذو مصلحة مباشرة مع الحوثيين، هو يدير المساحة التي تتوفر لديه، وهنا الطرف الأضعف في المعادلة السياسية حتى الآن الذي يبدو أنه يطلق بس بلاغات إعلامية فقط هو الحكومة، فبالتالي ما الذي يمنع أن يكون بأي موقع يريد؟ تفضل. نعم، يعني بالنظر إلى المعطيات الحاصلة حاليا سيد ماجد، يعني متى يمكن أن نشهد تغيير في المسار السياسي باعتقادك؟ لا يوجد فرصة حتى الآن، يعني واضح أنه المسار مجمد بكل المستويات، على المستوى السياسي الكل من مصلحته تثبيت الأحوال حتى لو لا يوجد تقدم في موضوع اتفاق ستوكهولم. يعني أنت لا توجد لديك معارك نشطة، لا يوجد لديك تهديد البحر الأحمر، مفاوضات تمشي بالقطارة إذا صح الوصف، الحديث فقط عن ممرات إنسانية ومحاولة إنقاذ شحنة القمح. يعني لم يعد هناك أي نقاش سياسي أو نقاش حول صلب حتى قضايا اتفاق ستوكهولم، رغم أنها أساسا ذات مستوى منخفض. فبالتالي وبينما لديك أساسا حكومة أداءها السياسي ضعيف، يعني أنا لا أطالب بأنها في الأخير تنسحب من الاتفاق بس تمارس السياسة كما يقتضي، وبالتالي
تقوم بالتواصل مع العالم، تعيد تنشيط هذه القضية. في الأخير أنت صاحب المصلحة والتي تم تجميد عملياتك العسكرية وليس أحدا آخر. لا يوجد فرص سياسية حتى الآن، والوضع السياسي بأجمله في البلد دخل في نفق من السباعات إذا صح الوصف. نعم، لكن من خلال الواقع اليوم سيد ماجد، هل يعني بات الوضع فيما يخص مسألة الحديدة وأيضا التسوية التي تمت في ستوكهولم فيما يخص هذه المدينة تحديدا، اليوم التحالف يعني هل ما زال له دور في ما يخص قضية هذه المدينة، أم أن الأمر بات اليوم يعني بين الحكومة والحوثي والأمم المتحدة؟ لا لا، يعني في الأخير التحالف هو أحد العوامل الحاسمة فيما يخص الموضوع في الحديدة. يعني الكل يدرك أن الحكومة فعليا هي تتحرك ضمن الغطاء السياسي الذي يتيح التحالف. حكومتنا ضعيفة والدولة بإجمالا ضعيفة، بالتالي تطابق الخيارات السياسية والأداء السياسي هو يأتي ضمن هذه الخلفية. يعني لا يمكن وحتى الأمم المتحدة هي جهة فنية وسيطة حتى بأدوارها السياسية، هي كما أشرت هي منصة للتعبير عن مصالح دولية وإيرادات وتقديرات بسلم أولويات سياسي وأمني دولي، وليست فقط جهة محايدة. الحوثيين أيضا لديهم مصالحهم المباشرة ولديهم تحالفاتهم الإقليمية التي يعكسوها. لا يوجد طرف في المعادلة اليمنية الآن يعبر عن نفسه فقط، الكل يعبر عن قوى وتحالفات هو صار جزء منها، بما فيها الحكومة، بما فيها التحالف، بما فيها الأمم المتحدة. وبالتالي الأمر أكثر تعقيدا من حصره بين هذه الثلاث الأطراف. نعم، ابقى معي سيد ماجد، سأشرك معنا في النقاش من نيويورك الناشط السياسي لبيب ناشر. سيد لبيب مرحبا بك ومساء الخير. مساء النور، مرحبا بكم جميعا، مرحبا بالضيوف. أهلا بك سيد لبيب. يعني تحركات للمبعوث الأممي لإعادة المسار السياسي، يعني كيف تقرأ طبيعة هذه التحركات؟ واضح للجميع أن المبعوث الدولي ينحرف تماما عن المسار الموضوع له بالأساس، وواضح أيضا أن المبعوث الدولي يناقض نفسه في كثير من المواقف. في بدء الأمر أتى بالمراقب أو مجلس الأمن أرسل المراقب العسكري إلى الحديدة، والذي كان جاد وكان في رأيي أنا ورأي الجميع يعني كان منصف وكان يضع النقاط فوق الحروف تماما، إلا أن الحوثي ندد بهذا الوضع، ندد أو رفض هذا المبعوث العسكري، مما اضطر جريفيث، وانا اقول اضطره الحوثي، اضطر جريفيث الى ان يغير او يعدل في قراره ويطلب تغيير المبعوث او المراقب العسكري. طبعا لا يحق للحوثي ان يعمل هذا الامر، ولن يكون له ان يعمل هذا الامر الا اذا كان هناك نوع من الضعف في الحراك الدبلوماسي من قبل الشرعيه. نعم، ماذا يعني أن يقوم الحوثي وهو الطرف الذي يعترف به الجميع بأنه متمرد وليس طرف وليس ند في العملية السياسية؟ هو ليس ند للشرعية في العملية السياسية، هو طرف متمرد. ماذا يعني أن يقوم برفض المبعوث العسكري ويقوم مجلس الأمن أو المبعوث الدولي بتغييره وفقا لطلب الحوثيين، بينما تبقى الشرعية واقفة عاجزة عن التدخل في هذا الأمر؟ فأنا أرى أنه ما قام به ما حصل من قبل المبعوث الدولي هو انحراف كبير جدا عن المسار الموضوع له، والذي مبني على قاعدة المرجعيات الثلاث. نعم، إذن ابقى معي سيد لبيب. أعود للسيد ماجد المذحجي. يعني سيد ماجد، إلى أي مدى يمكن القول اليوم أن المبعوث الأممي يعني قادر على إنجاز خرق في ملف هذه الأزمة، وبالتحديد ما يعني في مسألة حل الاتفاق الذي تم في ستوكهولم، أم أن يعني الرجل اليوم يعني لا يريد إعلان الفشل وبالتالي يعني يحافظ على مسألة أنه كما قلت يقول حتى آخر لحظة أنا نجحت فعلا، وبالتالي تبقى الأمور معلقة على ما هي عليه حتى اللحظة؟ يعني ضمن الشروط الحالية واضح أنه لا أحد يستطيع إنجاز شيء، يعني ما لم يحدث اختراق كبير في الموضوع تحديدا على الأرض في تنفيذ معطيات اتفاق ستوكهولم، فلا مارتن جريفيث مقيد تماما في أوراقه السياسية. يعني تحديدا الآن المهمة ميدانية، هل الحوثيين قادرين على تقديم تنازل فعليا في الأرض يجعل من تفسير الأمم المتحدة الاتفاق فعالا وبالتالي ينفذ
على الأرض. مارتن جريفيث غير قادر على ذلك حتى الآن، الشرطة السياسية غير قادرة، لا أحد يمارس ضغط فعلي على الحوثيين، الحوثيين يتمسكون بموقفهم، والمجتمع الدولي من مصلحته أنه تبقى الأمور هادية عسكريا في ظل عدم تسخينك لأوراقك السياسية وممارسة الضغط على المجتمع الدولي لممارسة الضغط على الحوثيين بما فيهم، وأيضا ممارسة الضغط على الوسيط اللي يتحرك بلهجة عالية، فستبقى الأمور ميتة يعني ظل الشرط الحالي. الجدار مطمط، الفرص السياسية قليلة، واتفاق ستوكهولم في الفريزر إذا صح الوصف. يعني الرجل هل أنه يعني يبتعد عن إعلان الفشل في مهمته، أم أنه يعني يملك مشروع آخر يريد تنفيذه على الواقع بعيدا عما يتصوره البعض؟ لا يمتلك مشاريع شخصية في الأخير مارتن جريفيث لأكثر. لا هو مشروع الأمم المتحدة بشكل عام يعني، وليس مشروعه الخاص. يعني بتقديري لن يعلن فشل في الأخير مارتن جريفيث، لأنه يحاول يشتغل على ما هو متاح، ومن البداية دخل في لعبة معقدة وصعبة. الأمم المتحدة هي من مصلحتها تثبيت يعني أنه لا يحدث أي تصعيد عسكري، محاولت شق يعني فتح ثغرة لأي فرصة ممكنة. لذلك ما لا أدري، يعني أعتقد أن الأمر صعب، المسار اتفاق ستوكهولم سيبقى في هذه الشروط، لا توجد مشاريع أخرى باستثناء محاولة تنشيط مسار سياسي، والضغط يمارس الآن فعليا على الحكومة الشرعية أن تقدم تنازل وتذهب إلى أي شكل من المفاوضات، هي لا تستجيب حتى الآن، ولذلك سيبقى الوضع جامدا ولا أحد يستطيع تحقيقه. أشكرك جزيل الشكر سيد ماجد المدحجي، رئيس مركز صنعاء للدراسات، كنت معنا من القاهرة. وأعود لضيفي لبيب ناشر. يعني سيد لبيب، يعني هل بالفعل يعني كما يتصور البعض أن هناك تماهي من قبل المبعوث الأممي مع الحوثيين، أم أن الرجل يعني بما يقوم به حاليا هو حريص في يعني إحداث أي خرق في جدار هذه الأزمة؟ أنا لا أسمي ما يحدث هو تماهي مع الحوثيين، ولكن أسميه فرض إرادة من قبل الحوثيين على الإرادة الدولية. شئنا أم أبينا، ما يحصل هو تسيير للإرادة الدولية فيما يناسب الحوثيين. يا عزيزي، جاء جريفيث إلى الأزمة لكي يحل المشكلة الرئيسية وهي الأزمة السياسية العامة، ولكن ما يحصل الآن أنهم يجروا هذا المبعوث الدولي إلى مناقشات ومباحثات ومفاوضات في أمور تخرج عن مهمته الرئيسية. عندما جاء جريفيث لكي يحل مشكلة الحديدة في الأساس، جروه إلى موضوع الأسرى وأطلقوا عليها مفاوضات للسلام. ليس هناك مفاوضات للسلام، لا يمكن أن يكون هناك مفاوضات للسلام ما بين سلطة شرعية وما بين متمرد. مفاوضات السلام تكون بين طرفين متساويين ندين في الصراع. لكن سيد لبيب، هنا الطرف المتمرد والذي هو يعني بمثابة ميليشيات، يعني اليوم سياسيا هل هو أقوى من الحكومة الشرعية وبالتالي يعني يفرض إرادته على المجتمع الدولي برمته؟ هو ليس أقوى من الحكومة الشرعية سياسيا، نتحدث هنا هو حتى عسكريا، لا سياسيا ولا عسكريا، لا في النقطة السياسية تحديدا. في النقطة السياسية هل ميليشيا الحوثي أصبحت أقوى من الحكومة الشرعية في الجانب السياسي والتأثير أيضا؟ ما يخدم الطرف الحوثي حاليا هو الظرف المجتمعي، هو الظرف الدولي، الظرف السياسي الدولي كما قال الأخ ماجد قبل قليل. الضغط الدولي على السعودية جعل هناك مساحة من التنفس للحوثة في فرض إرادتهم، هذا هو السبب الرئيسي. تبقى السعودية عاجزة خوفا من أي تأثير للمجتمع الدولي، أو يعني رادخة لكل الضغوطات التي تقع عليها من قبل المجتمع الدولي بعد الأحداث التي حصلت لها مؤخرا. مشكلة الشرعية أنها لا تستطيع أن تخرج عن إطار الإرادة الخليجية، هذه هي المشكلة الرئيسية. نحن محكومين للأسف الشديد، أنا أقولها هنا، نحن محكومين بالإرادة الخليجية إلى حد كبير، ليس بشكل كامل ولكن إلى حد كبير. يجب أن نتحرر من هذا الأمر، يجب أن يفهم الأخوة في الخليج أن مشاكلهم مع المجتمع الدولي يجب أن لا تنعكس علينا، يجب أن يكون لنا قرارنا في الداخل، ويجب أن نفرض قرارنا على المجتمع الدولي. نحن لدينا الشرعية الدولية، نحن لدينا شرعية الشعب في الداخل. الحوثي هي ميليشيات متمردة
يجب ألا يتم الرضوخ لها، ولا يجب أن يتجاوب المجتمع الدولي، ولا يجب أن تتجاوب الشرعية لأي نعم. مطالب للحوثي. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا الناشط السياسي لبيب ناشر، كنت معنا من نيويورك. وفي ختام هذه الحلقة مشاهدينا، أشكر ضيفي أيضا من القاهرة السيد ماجد المدحجي رئيس مركز صنعاء للدراسات، وشكر أيضا للدكتور محمد جميح كاتب ومحلل سياسي كان معنا من لندن. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة. نترككم في رعاية الله.